السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم، جيسبر كو فوزالي بيان. في هذا الفيديو يا خوتي راح نحكيو على قضيه لو باسبور اي ليسباس كومبيس فرونس. دارت ضجه كبيره بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي. سي فري بوركوا، باسكو اصلا ليسباس كومبيس فرونس بين وبين روحو ما فراهاش، وبالتالي لي زيتيديون راهم حاصلين كيفاش راح يديروا، خاصه بالنسبه لي زيتيديون اللي داروا لي زانسكريبسيون تاعهم افيك لا كارت ايدونتيتي ناسيونال. دونك كيفاش راح يكون المسير تاعهم؟ اسكو راح يقبلوا لهم لي زانسكريبسيون تاعهم ولا لا؟ دونك يعني صارت خلطه كبيره يا خوتي. دونك في هذا المنبر يا خوتي نشوفوا بلي ليسباس كومبيس فرونس طاح في غلطه اخرى كبيره بزاف. بوركوا؟ لانه كي تدخلوا الفيرال كونت باستال تاعكم راح تلقاو كامل انه ليسباس كومبيس فرونس فرض عليكم كل انكم ديروا لي زانسكريبسيون تاعكم افيك لو باسبور. هذه لا مفر منها ولا مفروغ منها، اوكي دو سو كوتي لا يا با بروبليم. بصح المشكل الاخر يا خوتي وراه سيكو، علاش كي نجي باغ اكزومبل نكري لو كونت باستال تاعي نلقى فون بروبوزي 3 بياس ديدونتيتي، جو سيليكسيون كو شوي الجيريا، جو سوي نو ان الجيري، شوي دو ناسيوناليتي الجيريان، بصح تبروبوزي لو باسبور، لا كارت ديدونتيتي، وزيد عندك لو تيتر دو سيجور. Pourquoi vous proposez alors la carte d'identité? Vu que j'ai sélectionné directement, je suis algérien, normalement il fallait que vous proposiez juste le passeport. Ou zid, akthar men dhalika ya khawti, c'est que la carte d'identité algérienne, elle est reconnue. C'est quand même elle est la hawiya ta'na, bitaqa ta'rif al-wataniya. Ou rah nbehkom ala nokta okhra ya khawti, anno le permis de conduire, il est plus valable. Ma'natou, l'nas li rah yinskriye pour le khasatan le TCF, avec un permis de conduire ya khawti, راح تطيحوا في غلطه كبيره بزاف بزاف وزيد دراهمكم راح تشتري كيبيريوم. دوكا تي كيبقى السؤال المطروح كيفاش راح نديروا؟ اسكو راح نكبلوا نو زانسكريبسيون افيك لا كارت ايدونتيتي ناسيونال ولا راح ندوروها فيغ لو باسبور؟ ننصحكم يا خوتي بما انهم قالوا بالباسبور انسكريو انتم تانيت بالباسبور بور ايفيتي توت لي بروبليماتيك. بور لي زونسيان كونت يا با بروبليم يا با سوسي، سو كي سون فاليدي ديجا لور كونت اوبخي دو ليسباس كومبيس فرونس يا با بروبليم. يكملوا لو بلو نورمال دو موند نورمالمون، لكن ما تبدلوهاش تاني. اما فيما يخص لي نوفيل كونديداتور او بيان بالنسبه للطلبه اللي راح يسجلوا من دوك واللي راح يبداو لي ديماج تاعهم من دوك، جو كونساي فيفمون دو كريي فو كونت باستيل افيك لو باسبور. فوالا يا خوتي جيسبر ساعدكم بهذا الفيديو، لكن عندكم سؤال واحد اخر حطوه باك في الكومنتير راح نجاوبكم في فيديو لاحق ان شاء الله.